النجاح، الموهبة، الفشل، اليأس، أربعة متعلقين ببعض. اليأس أول حاجة هنتكلم من اليأس، إنك تيأس فده معناه إنك فشلت، وإن يكون عندك موهبة فده معناه إنك هتنجح، وإنك هتنجح هيكون عندك موهبة، ولو موهبتك كملتها ولقيت الفرصة فده هيبعدك عن اليأس وهيبعدك عن الفشل. دايما كلنا جوانا موهبة، طبعا في ناس كتير عندهم موهبة جواهم بس للأسف للأسف ما عندهمش الفرصة إنها تظهر للنور، ما عندهمش الدافع. لازم يكون انت دافع نفسك قبل ما يكون حد هو اللي دافع ليك. انك معنى انك تكون انت دافع نفسك فده معناه انك كده هتنجح. النجاح انك تصر يكون عندك اصرار انك تنجح وتوصل لحلمك، يكون عندك حلم مهما كان حلمك شايفه بسيط، مهما شايفه اللي هو هيبقى صعب، بس هتنجح. ليه؟ عشان انت هتكون عندك اصرار وهتوصل له. اي حد عندك توماس اديسون كمثال، قعد ألف مرة عشان يعمل المصباح، ألف مرة ما يقيس، وخلال سنين، يعني مش سنة واحدة، لا سنين عشان يعمل المصباح اللي احنا دلوقتي بقى أهم اختراع في العالم. تخيلوا لو في مرة سمع رأي الناس وقال ايه، لا انا هعمل ايه بالمايك، هعمل ايه بالمصباح، هعمل ايه، يعني ده اختراع، انا فشلت مرة اتنين مية ميتين، انا كده مش هوصل لحلمي. لا، أصر ووصل لحلمه، وده بالذات من أهم الأسباب ان لغاية دلوقتي الإصرار، ومن يعني عمل تاريخ لنفسه، تاريخ من لا شيء بسبب محاولة يحقق حلمه. انت نفسك ممكن تكون توماس اديسون. عندك محمد صلاح كمثال حالي، يعني حالي محمد صلاح كان في ناس كتيرة رد سلبي لما كان هيجي للزمالك وقال له المقاولين وده مش هينفع يلعب بره، ما سمعش الناس دي كلها، سمع لحلمه انه هيوصل، وهيوصل لحلمه وحققه، ودلوقتي بيلعب اهم لاعب في العالم. كلنا انك تيأس ده اكبر فشل، الفشل الحقيقي انك تيأس، زي ما ربنا قال في كتابه الكريم، ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اليأس من الكفر، وطبعا احنا مش عايزين، مفيش حد كافر، بس دايما اليأس هو سبب الكفر. تيأس ليه؟ يعني تيأس ليه؟ انت تيأس من رحمة ربنا؟ محدش بيأس من رحمة ربنا، بالعكس انك يكون عندك اصرار وامل فده اكبر هدف النجاح. نطلع فاصل ونرجع لكم مع البداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، صباح الخير عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين الكلمات. زي ما اتكلمنا في أول حلقة وعملنا انطلاق مبادرة بين الكلمات لدعم المواهب، النهاردة هيكون الحلقة الفعلية لدعم المواهب. عشان كده زي ما قررنا في أول حلقة، لو عندك موهبة تقدر تعرضها على الأكاونت بتاع الفيسبوك أو على صفحة البرنامج، ومن خلالها إن شاء الله ممكن يكون ليك فرصة للزور معنا. والنهاردة تم اختيار 7 مواهب معانا النهارده ونتعرف بيهم. اهلا بيك محمد عنتر. اهلا بيك. ربنا يخليك. محمد عنتر من كفر الشيخ، 23 سنه، شاعر، بكتب شعر من حوالي مثلا 7 سنين او 8 سنين، بس ممكن بقى اللي هو في البدايه طبعا اتكلم في الموضوع بقى، بدأت طبعا انتقادات زي ما انت قلت في الاول كده، ما حدش بيؤمن بيك بسهوله. اكيد تمام، اكيد الموضوع بيبقى في الاول بقى انت بتعمل ايه، الموضوع ده جديد علينا، ما ينفعش، ما غلط، ده مش صح، دراسه مش دراسه، بس زي ما انت قلت برضو الاصرار، يعني الاصرار هو اللي بيوصلك لاي حاجه. طول ما انت مصر على النجاح وعلى الحلم بتاعك هتوصل باذن الله. مصيرك هتوصل باذن الله. استاذ محمد كلمنا عن محمد كمان. حضرتك انا دكتور اطفال اصلا، تمام، وشاعر فصحى ومدقق لغوي. طبعا بكتب شعر من زمان، بس بصراحه كنت بكتب الشعر وبحطه في الدرج، يعني اكتب واحطه في الدرج، لكن بدات من سنه واحده بس ان انا ابدا يعني مرحله الانطلاق، مرحله الاحتراف، اظبط قصائد افضل تكون المحتوى والاسلوب والصور والبلاغه وحتى العروض والاوزان. كان في عندي ديفكتات كتير بقيت اظبطها الحمد لله في خلال سنه واحده، الحمد لله رب العالمين. يعني قطعت شوط كويس، طلعت باكتر من لقاء تلفزيوني، عملت ديوان مجمع، الحمد لله في الديوان المنفرد خلاص، يعني ان شاء الله قربت خلاص اطبعه باذن الله على خير، ان شاء الله ينزلك على خير باذن الله. باذن الله. فيعني بنحاول، وفعلا ما فيش حد بيؤمن بيك تماما، وما فيش حد عليه اجماع، اكيد اكيد لازم في حد بينتقدك يعني، بس الحمد لله بتلاقي فيه دعم جامد منك، من اسرتك، من اصدقائك، من كل الناس اللي على الفيس، فده بيخليك طبعا تمشي خطوه واثنين وعشره. ماشي. احمد حاجه، انا اسمي احمد حكم، مواليد محافظه الشرقيه، عندي 20 سنه، كليه هندسه جامعه بورسعيد. يمكن بدات من تقريبا 6 سنين،
بس كتبت فيهم تقريبا 4 شهور، وبعد كده قطعت فتره طويله لسه راجع تقريبا من 3 شهور، يعني ممكن مثلا من 7 شهور كتابه. طبعا زي محمد قال، انتقادات في البدايه كتيره جدا، مدرسه بقى، صحابك كده شويه، يمكن اهلي هم اللي كانوا بيدعموني شويه، اخواتي معايا دايما. بس ودلوقتي يمكن انا على طول بقى بشارك اي فرصه قريبه، اي برنامج، اي مسابقه، علشان يعني حلم بقى لازم استغل اي فرصه حتى لو صغيره، بحيث ان انا اوصل بقى وكده باذن الله. توصل باذن الله. عبد الله. عبد الله محمد من جنة، مركز نجاح حمادي. خريج دبلوم صنايع. طبعا بدات الشعر من اولى اعدادي، بس يعني ما كنتش مهتم بيه، كنت بلعب كوره فما حصلش نصيب في الكوره، فرجعت للشعر وطورت من نفسي. بدات اروح قصر الثقافه في نجاح حمادي، احضر ندوات، اشارك في مسابقات، والحمد لله يعني في البدايه برضو هما خلصوا كل الكلام. تمام. انتقادات بقى، والاجلية من اصحابك بيشجعوك، والاهل في البيت وكده، بس الحمد لله يعني. اكيد مش اي حاجه يعني، مش اي حد هيلاقي، دايما اي حد بيوصل لطريق او بيطلع لطريق معين هيلاقي انتقادات، وده اللي هي سبب معين انه مش هيوصل. لا بالعكس، انك تطنش بالمعنى الاصح، يعني انك تطنش الانتقادات دي وما توصلهاش، ده اللي هيوصلك. محمد عنتر، نرجع لك تاني. هتسمى ايه يا محمد؟ ممكن نقول قصيده كده انا بحبها جدا، اسمها ثابت كراكيب. اتفضل. من يوم ما ماتت امي والبيت كراكيب وزادت، في حاجات تاهت وضاعت وحاجات ملهاش مكان، كانت امي تمد ايدها في البيت يصبح ميزان، كفاته فيها عدل لا ظلم ولا مظلوم، دلوقتي الاكل كله بناكله بدون طعم، كانت امي تمد ايدها في الشيء دغري تلاقيه، دلوقتي يعدي شهر يا دوب تدوير عليه، كنت اسال كتجاوب، دلوقتي بسال مفيش، كنت انام في اي وقت مصحاش مفتوح لشيش، متغطي ونوري طافي وموبايلي مش في ايدي، الناس اعيادها 2 وانا كانت امي، من يوم ما راحت ومشيت في حاجات اتقل خيرها، الدعوة الصبح نقصت لو قالها 1000 غيرها، أنا أمي كانت حجاز بتوه وارجع لسيرها وأصلي في قبلتها تاني، من يوم ما ماتت أمي والخوف موجود مكاني، بنام وسط الصالون وأصحى بتكتك برود، من يوم ما ماتت أمي وبيتنا تحول لأوضة جواها كل حاجة والشقة نفسها قل، كانت أمي معانا عزوة، شجرة بترملنا ظل، كانت تضحك تبقى جنة مليانة زهور وفل، دلوقتي البيت لقندة بنجيه علشان ننام، المطبخ فيه بيوت والعنكبوت ملاها، أنا أمي لما ماتت النيش كتر دعاه، دولابنا دموعه كترت والأنتريه معاه، في لمبة مستحملتش وراحت ماتت وراها، في 1000 حاجة تانية مثلا زي السرير بياخد فرد واحد مع انه كان بياخدك وانا كنت بنام في حضنك، دلوقتي السفرة مثلا قفلت وليمتها بعدك وبقت ضمن الجهاز، المطبخ بعد موتك ما جالوش وصلت لغاز، انا امي لما ماتت البيت بقى كوم كبار، قش وحاضن في نار، حروب خلصت دمار وسنين ماتت هبوط، انا كنت اتمنى بيتنا حيطانه تبقى طين ما فيهوش ولا اي حاجه ولا ام كتمت. مش يعني مش قادر اوصف اللي انت قلته، ربنا البقاء لله وربنا يرحمها. ننتقل دكتور محمد بقى. دكتور محمد هتسمعنا ايه؟ سامع حضرتك قصيده فصحى بعنوان بقايا طموح. اتفضل. يعني حاولت ان اعبر فيها عن همومي وهموم جيلي من الشباب، فتره الاحباط، فتره الياس، ولكن دايما اي ياس لازم يتبعه طموح وامل. اكيد. اقول في قصيده بقايا طموح: محطم وفؤادي كاد يختنق، وفي الدجى ارق من بعده ارق، ايام عمري غدت شوكا يؤرقني، وامنياتي بجمر اليأس تحترق، وحدي أقاتل في الدنيا بلا أمل، أما الرفاق فولوا بل قل احترقوا،
أين الأحبة؟ من بالأمس قد وعدوا قلب المحب بأن يبقوا فما صدقوا، ألقوه في الجب، قالوا الذئب مزقه، جاءوا أباه عشاء دمعهم غدق. من لي براحة بال لم تعد معنا، كيف السبيل فقد أزرى بنا القلق. أين السعادة يا قلب؟ هل اندثرت؟ أين السعادة يا قلبي؟ هل اندثرت من هذه الأرض؟ أم ضلت بها الطرق؟ أما البلاد فما عادت كسابقها، تغير الناس والعادات والخلق، تمزق الشعب أحزابه، غدا شيعا وكل حزب له نهج ومنطلق. وكم تراق دماء الناس في سفه من أجل أفكاره، من أجل ما اعتنقوا، يكفر البعض بعضا في مواقفهم. أيعلمون خفايا القلب أم خلقوا؟ شاب الفؤاد من الأحداث تذهله، فهل يظن فؤاد الخير أو يثق؟ لكن برغم الذي صرنا نكابده، ورغم أن سفيني حظها الغرق، عندي بقايا طموح، عندي بقايا طموح لست أنكره، وحسن ظن بربي ليس يخترق. أن سنجمع يوما شمل أمتنا، نطوي الخلاف ونقصيه ونتفق، وسوف نصطف يوما حول مائدة ما زال يجمعنا في أنسها طبق. نعيد بسمة ثغر بات مكتئبا، فيترك الحزن أوطاني وينسحق، وتنتهي الحرب بين الناس أجمعهم، ويغمر السلم أوطاني ويخترق في الأفق، ألمح ضوء الشمس مقتربا. يا مصر حزنك لن يبقى ولا الغزل. الله ينور. دايما طموح وإرادة ربنا وثقة في ربنا إنه هيحقق لك حلمك، ده أكبر نجاح ليك برضه. ننتقل لأحمد حكم. اتفضل يا أحمد. أنا أقول القصيدة، يمكن نبعد بقى شوية عن الكلام في الهجر بقى وكده. أقول قصيدة كفاية عتاب. اتفضل. كفاية عتاب. منين عاوزانا نبقى أصحاب؟ وطبع الغيرة داء فيكي. كفاية عتاب عشان بيكي حياتي تحولت لسراب. كرهت الخير يدوم ليا بدون أسباب، وسبتك وقت ما كرهتك، لقيتك واقفة بتنادي وبتقول إن أنا المتساب. كفاية عتاب أنا نسيتك، ياريت تنسي عشان كرهك ومليتك. كرهت أسمع أغاني الشوق لأن سمعتها بصوتك، ياريتني ما كنت حبيتك، ياريتني ما كنت حبيتك وفضلتك. وفكرتك هتبقيلي، طلعتي غير ما فكرتك، ودوقتيني مر الكاس، ياريتني ما زرت خمرتك. أنا الطيب بصون غبتك، وأنا دلوقتي مش هندم عشان سبتك، وبكرة ياللي يوم سبتك نشوف خبتك. ورغم انك ظلمتيني وقلت جبان بجيب سيرتك، ورغم ان انت كذاب وظلمك ليا كان بهتان، انا صنت اللي كان بينا ولسه بصون لحد الان. وكل الذكريات بينا انا سميتها كان يا مكان، وكاره اذكرك تاني من الجان. حرقت بايدي بستاني، رميت كل اللي عشقني وبعشق واحدة كرهاني، واقول تاني في بعدك مش هقول ندمان ولا هحكي عن الوحدة. في بعدك في 200 واحد وانا الكاره احب جديد. كرهتك انا كرهتك، كرهت عينيك بالتحديد. في بعدك مش هشوف الويل ولا عيني هتنزف سيل، ده حتى القلب في غيابك بيلعن فيك صبح وليل. ده بعدك ميل وانا الساعد، وايه الداعي تزيدي كمان في اوجاعك وأوجع، وأنا يعني ماهوش فارق، أنا على البعد مش فارق،
مدام عاوزة نتفارق ومن الأحسن تفرقيني، وبالأيام هتنسيني. ما تيجي نقلب الصفحة وننسى إن كنا أصحاب، ونمحي كل ماضينا ونبعد، وكفاية نعتاب. كفاية عتاب. الله ينور الرحمن. محمد عبد الله. زمان عبد الله. بكرة مع الوقت. اتفضل. معك الوقت بقى. بكرة مع الوقت هتعرف إنك في حياتهم كنت يا دوب مشروع لحكاية ومحو ذنوب، والحبل اللي ما بينكم رابط بكرة مع الأيام هيدوب، والميزة اللي اتشافت في العتمة نهار في طلوع الشمس هتتحول لعيوب. ضبتك وياهم وحاجات حلوة ضبتها معاهم، بكرة مع الوقت هتنساهم وتقابل ناس وقلوب تانيين، أو ممكن تفضل في مكانك بتطلع همك في سجارة وحبة نيكوتين. لا تعيش طول عمرك مش فاكر فيهم، للآخر عمرك هتعيش بائس وحزين. البعد البعد علاج لو يبعد عنك ناس خاينين، والوحدة حياة والحب كمين، والأوضة الضلمة بقت مأوى أطيب من كل البنادمين. من كم يوم أنا كان عندي أصحاب بالكوم، كان عندي جيران أهل وأحباب. من كم يوم وبدون أسباب أصبحنا غراب، ورجعت لوحدي حزين متساب. من كم يوم أنا كان عندي يقين إننا باقيين ومحدش يوم هيفارق، لكن بعدين الكل هغاب. أصبحت وحيد ومش فارق، والعمر معد وكان سارق أجمل أيام. سنين عدت على الفاضي ومش عارف أجيبها بكام، سنين عدت على الفاضي ومش عارف أجيبها بكام. الحزن عشش فيا ومد في جذوره، وقلبي أصبح وحيد ولا حد بيزوره. أصبحت كمصباح نور في ليلة حياتهم، وسابوه ومشي وحيد لما انضفى نوره. يبان علي الحزن وأنا بضحك، أبان غامق كده وبهتان، لكن والله عندي يقين أقابل حد لو ساعتين يشيل الحزن من قلبي ويرسم بكرة بالألوان. يشيل الحزن من قلبي ويرسم بكرة بالألوان. إن شاء الله كل حاجة تترسم بالألوان وتبقى زي الفل. انتوا منورين والله، يعني انا مستمتع بيكم جدا جدا جدا. دكتور محمد كلمنا يعني كلمه شكر اللي دعمك اللي وقف جنبك. بص، في المبدئيا كده انا يعني في ناس كتير دعمتني كتير جدا. انا في البدايه زي ما قلت لك ان كتير بقى انتقادات، بس الشخص لما بلاقيك مصر على النجاح النقد بتاعه ده بيتحول دعم. فانا حابب اقول لهم يعني شكرا لكل حد امن بيا، وحقيقي عمري ما هغزلكم يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. دكتور محمد. والله حضرتك اول حاجه طبعا شكرا لاستاذي استاذ اللغه العربيه استاذ خالد عز الدين، لان هو اكتر حد حببني في اللغه العربيه اصلا وخلاني امشي في المشوار ده. تاني حد طبعا اسرتي معايا في البيت، واهلي كلهم الحمد لله حابيني جدا وحابين الموضوع شارب بيدعموني جدا. ثالثا بقى اصدقائي طبعا على الفيسبوك، طبعا كل دعم منهم هم، وكل الفرحه والحاله النفسيه السعيده اللي عندي طبعا بدعمهم ومشاركتهم ليا وتعليقاتهم وانتقاداتهم. فكل الشكر لاي حد بيقول كلمه حلوه فعلا، وجزاهم الله كل خير ان شاء الله. انا يمكن حابب اشكر اول حاجه في المقام الاول امي طبعا وابويا اخواتي، تعب طبعا طول الفتره والدعم. بعد كده بقى احب اشكر كل صحابي اللي دايما بيدعموني، سواء بكلمه او بصباح الخير او كومنت او ان انت هتوصل. الناس دي فعلا يعني يمكن هم اللي في حياتي، هم السبب ان انا اكمل اصلا، وهم السبب ان انا اكتب احسن واحسن وان انا اوصل. فحاب اشكرهم جدا، ويعني لو هشكر شخص بقى كبير وكده فهو يمكن الشاعر محمد ابراهيم، اكتر واحد امن بيا وكان دايما يبعت لي مسجات يقول لي انت هتوصل، انت شاعر كويس. بس يعني يمكن هم دول. عبد الله. انا حاب اشكر اولا اهلي في البيت، وبعدين معلميني في مركز الثقافه نجاح حمادي، واصحابي طبعا هم اللي كانوا يقفوا جنبي وبيدعموني، والحمد لله ان انا وصلت هنا باذن الله. ان شاء الله توصل اعلى من كده. انتوا نورتوني جدا والله بجد. انتوا ليكم يعني مستقبل كبير جدا في الشعر، وانا ده متوقعه بسبب اللي شفته النهارده ما شاء الله عليكم. هناخد فاصل ونرجع مع الفقره الثانيه، وبرده تكمله لحاله شعر الموهبه. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما اتكلمنا في اول الحلقه
تكملة حلقة فقرة، يعني احنا كنا عاملين فقرة ومبادرة من اول البرنامج، مبادرة بين الكلمات لدعم المواهب. النهاردة هنكمل فقرة الحلقة النهاردة، ومع نتعرف بكي. اسمي شيرين عبد الحليم بشر، من كفر الشيخ، عندي 18 سنة، بكتب شعر، ومتشرفة جدا بحضرتك. انا اكتر والله، انا اكتر بيك والله، تنوريني. استاذة أميرة أشرف الحمادي، أنا من دمياط، كلية تربية جامعة دمياط، كاتبة روائية، وبدأت كتابة من حوالي سنتين ونص بس. إن شاء الله ليك مستقبل. اتفضل يا مي. مي حسن محمود، 26 سنة، محافظة اسكندرية، روائية وبكتب قصص. منوريني في البداية، انتوا منوريني. أنا مبسوط جدا والله إن انتوا جايين، كفاية مشواركوا، يعني انتوا قطعتوا مسافات كبيرة جدا عشان تيجوا النهاردة الحلقة. الله يعزك. نبدأ مع شيرين، كلمينا عن نفسك. بدأت الشعر امتى؟ بدأت ألقي وانا في أولى إعدادي، فضلت ألقي لحد بعدها، فضلت ألقي 3 سنين، وبعدين بدأت من أولى ثانوي بكتب. تمام. هتسمعني النهارده؟ هسمعك قصيدة في حضن أمي. اتفضلي. الصبح شقشق في عيون الطيبين، بوست ست الكل انطبعت عالجبين، دعوتها بتنور طريق اللي جاي، من غير دعاها عايش ازاي. وبعد البوسة لقيت الحضن دفاني، وبعد الحضن مش محتاجة شيء تاني، في حضن امي بلاقي الكون، ولو هوصف تقول مجنون، في حضن امي شموس طلع نجوم لمعة، في حضن أمي أنا رايحة وأنا رجعة، في حضن أمي حاجات ياما، في حضن أمي دعب سلامة، في حضن أمي بلاقي الحزن راح مني، في حضن أمي بلاقي اللي مطمني، في حضن أمي حاجات كتير بدعوة منها يجيلي كل الخير، برغم قسوة قلبي وياها بحس إني طير طاير في سماها، أنا حضن أمي بيت وقصور يحتوي كل اللي فيك من كسور، أنا حضن أمي أمان ولا مرة ساب ولا خان، ولا مرة فيا جرح، كان قلبها سنابل تطرح تطرح الخير لقلبي، ولا حد غيرها وقف جنبي ونصرني في الأزمات، هتكوني سندي يا أمي مهما العمر فات، ومهما الدنيا أخدتني بهرب منها في أحضانك، أنا أمي وقت الهدنة تقدر تكلك دار، أنا أمي وقت الحرب تقدر تكلك غار. ربنا يخليك والدتك ويخلينا أمتنا جميعا. ننتقل لأميرة. أتمنى يا أميرة. أنا كتبت خطيرة حابة أن أنا ألقيها. تفضلي المايك معاكي. تفضلي. ولكن يبقى السؤال، لماذا لا نغادر؟ لما نتشبث في كل ما يمزق الروح كمغناطيس يبحث عما يؤذي نفسه ويذهب إليه، عنوة عن إرادته، عن نفسه، عن قلبه، مقبور رغما عنه، كأن أحدهم يسيره، كفيف لا يرى، والقلب فقط من يرى، القليل والقليل من الأمال واضحته، وكل همه أن يصبح وضوحه خياله حق، لا يفكر فيما ينتظر وماذا بعد الصبر، الكسر أم الجبر، ينتظر وهما حتى أنه لا يفكر في كم مشقات صبر ولا طول مدة انتظاره، كأنها اعتاد الصبر ولا شيء غير الصبر يزيد فعله. لماذا لا نترك الأمال المتعلقة هباء؟ لماذا لا نبحث عن أمال حقيقية تبعث في أرواحنا حياة بعد أن علقت قلوبنا بأمال وهمية؟ نعم وهمية، ولكن المعضلة تكمن في القلب الذي لا يرى غيرها، الذي لا يرى غيرها تنفع ومقتنع أن كل ما دونها ضر، ولكن الصواب دوما هي الآمال التي تضيء عتمة قلوبنا وتمنح النفس في السكينة التي تجعل القلب متنفسا والوجه مشرقا والجسد معافى والقلب عاشقا والعقل يطمح في بناء مستقبل، يطمح في بناء الكثير والكثير، يطمح الكثير والكثير، دايما يكون عندك حلم وتطمح لأكتر منه، ده برضو من أسباب النجاح. ننتقل لمي. هتسمعنا يا مي.
سمعنا يا مي. يعني بخصوص القضية مجتمعية موجودة حوالينا، مش هنتكلم في حاجة ممكن نقول ان هي زي ما بنقول في المجال عندنا مهروسة شوية. الا وهي قضية فلسطين. فلسطين، تفضل. أتيت أجدو لك حبي، فعجز لساني عن النطق، ولذلك سحبت قلمي ورحت أخط ما في قلبي. أكتب إليك وروحي تبكي، غريب أنا بلاكي، كليل مظلم سجن قمره، كطفل في الحصار ضاع عمره، حبيس أنا مأسور، مغلول والروح مكبلة. كيف إليك الوصول وبيني وبينك صهيوني واتفاقيات مؤرخة وحكام ودول واتفاقيات، مكبل أمام ندائك، يا منبر يا عنبر يا بتول، يا مهد النبي والرسول، يا صوت الأذان، يا أجراس الكنائس، يا صرخات الثكالة واليتامى والأطفال والعجائز، يا نخوة الوطن الحر، يا لعنة على كل محتل، ويا أسفي ويا أسفي على كل أبكى من أصم رضخ للتهديد وقبل بالتهديد ورضي بالتهويد وانصاع لهم كما العبيد. عذرا يا قدسي عذرا، لقد مات الأيوبي فلا تنتظر المزيد. قلوبنا مع فلسطين وعقولنا مع فلسطين، ليس باليد حيلة أن نساعد فلسطين. الله ينور يا مي، أنتم منورين. نعود تاني لشيرين. شيرين، كلمينا مين كان داعم ليكي، مين كان واقف معاكي؟ أهلي طبعا أول حد، هم اللي بدأوا يدوروا لي على مسابقات وحاجات أشترك فيها لما شافوا إن فعلا عندي الموهبة دي. بدأت أدخل مسابقات واخد مراكز، بدأت أطلع حفلات. بس توجهي كلمة شكر اللي وقفوا معاكي. أحب أشكر طبعا مومو أول حد، هي وقفت جنبي كتير. أحب أشكر بابا جدا، هو تعب عشاني كتير ووقف جنبي ودعمني كتير برضو، ربنا يخليهم لك يا رب. طبعا كل صحابي اللي واقفين جنبي وكل الناس اللي بتدعمني. أحب أشكر ولاد عمي اللي هم مش ولاد عمي، هم إخواتي. أحب أشكر كل أهلي وصحابي. نرجع لأميرة. أميرة، بدأت كتابة إزاي؟ دايماً ربنا سبحانه وتعالى بيخلق في الصدف أو الفرص ما تجيش على بال أو خاطر أي إنسان، فعن طريق الصدفة كتبت نص، لقيتني بكتب قصة، لقيتني بكتب رواية. فربنا لما بيضع في حاجة الخير بتلاقيها بتتيسر لوحدها. دخلت في مسابقات واخدت مراكز واتكرمت السنة اللي فاتت مع دار يافي، واشتركت في معرض الكتاب 3 كتب جماعي، وان شاء الله المعرض ده نازل بكتاب منفرد. فكل حاجة لما ربنا بيكون حاطط فيها خير بتتيسر. والإنسان ممكن ما يكون عنده موهبة بس مش عارف ان هي عنده، عن طريق الصدفة ربنا بييسرها. اكيد، نعم بالله. مي، بدأت الكتابة ازاي؟ دخلت مجال الكتابة ازاي؟ بدأت الكتابة تقريبا فترة الإعدادية، كنت بكتب في المسابقات اللي تابعة للإدارات التعليمية، وكنت يعني كان في الوقت ده شهادات الاستثمار الجايزة يعني في الوزارة. بعد كده طلعت ثانوي، شاركت في مسابقة إبداع ليا قصص قصيرة في كتب مجمعة. السنة دي همضي أول عهد رواية ليا. ألف مبروك عليكي. الله يبارك، إن شاء الله فيه تكون رواية خلال آخر عليكي. اللهم أمين يا رب. بس الموضوع بدأ بخواطر، والسوشيال ميديا بتدي مساحة كبيرة ان كتاب شباب زينا تعرض شغلها، فكانت فرصة يعني كويسة ظهوري على السوشيال ميديا بإذن الله. نرجع لشيرين، هل في عمل ليك منتظر في السوق ان شاء الله؟ ان شاء الله داخلة بكتاب قصايد في كتاب مجمع ان شاء الله. ان شاء الله.
تفصيل طيب عنه ولا فيش لسه؟ لا لسه. هتفاجئنا. هي اول مره اساسا تتقال هنا. هي حاجه كده زي انفنائيل كده. اميره، مين اللي كان واقف جنبك؟ مين اللي كان دعمك؟ بصفه خاصه طبعا اهلي، بعد كده صحابي دايما بيساعدوني، دايما اهلي بيقفوا جنبي في ان انا اخطو اي خطوه او اطلع اي مسابقه، دايما التشجيع بيكون الاول والاخير من اهلي واصحابي. الحمد لله. الحمد لله. مي، اهلي عرفوا مؤخرا بمجال الكتابه ان انا بكتب، وقفوا معايا جامد، وامي تحديدا، اخواتي. عايزه اقول ان اصدقاء السوشيال ميديا ناس ما تعرفنيش شخصيا، ولكن الجانب النفسي ليهم تاثير كبير جدا معانا، فعلا مسانده حقيقيه من صحابي على السوشيال. طب كلمونا عن الانتقادات، زي ما كان في ناس واقفه جنبكم اكيد كان بتقابلكم انتقادات كبيره، وكبنات اكتر يعني البنات يتعرضوا فتره كده الانتقادات، ازاي بنت بتكتب، ازاي بنت مثلا بتلقي شعر، ازاي واجهتي الكتابه؟ نبدا بشيرين. كان دايما فعلا بيجيلي مسجات من ناس، وكمان ناس معرفهاش، انت مش هتكملي في اللي انت فيه ده، خلي الشعر ينفعك، حاجات كتير من دي. بس كنت بتضايق ان انت ليه شايفني كده او بتقول عني كده، بس لا، ما الكلام ما اثرش فيا، وبالعكس ده كان بيديني دافع ان انا ابقى احسن. بس شايف الفتره الجايه هتعملي ايه؟ والله يعني مش عارفه، يعني دخلت في الكتاب المجمع ده، هدخل في كذا حاجه. شيرين هتبقى فين يعني؟ السؤال بالمعنى، شيرين هتكون فين بعد سنه، بعد سنه او سنتين من دلوقتي؟ شيرين هتكون فين؟ ده في علم ربنا اولا. ثانيا، انا هحاول وهسعى ان انا ابقى حد معروف، والناس كلها تسمع كتاباتي وتلقيها باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله تحقق اي حلمك. اميره، واجهت الانتقادات ازاي؟ وكان مين بينتقد ليكي؟ كتاب كان بيتم سرقه الكتابات اللي انا بكتبها وبتتنشر باسمائهم، بل كانت بيتقال في وشي كمان ده انا اخذت كتاباتك وقعدت صياغتها واخدتها وكتبتها باسمي. طبعا انا كنت في الاول بتخذ موقف ايجابي معهم، بعد كده بتخذ موقف سلبي. بس طبعا الحاجات دي ما كانتش بتوقفني، انا كنت بقول يا جماعه انا دي شغلي ودي حاجتي، مش من حق اي حد ياخد حق كده. ايوه، ياخد حق حد تاني او مجهود حد تاني. طب ازاي واجهت الموضوع اللي هو سرقه الكتابات دي في الفتره الحاليه؟ في الفتره الحاليه انا الحمد لله دلوقتي شغلي بحطه في كتب سواء جمعيه او منفرده، بحيث ان هو خلاص معروف ان دي حاجه اميره. السوشيال ميديا طبعا دعم كبير جدا بالنسبه لي، قناه تليجرام، جروبات او حاجات من دي، ببقى خلاص معروف ان الشغل ده بتاع اميره، حتى لو حد اخده هي اميره اول حد نشره، فببقى معروف، فبعد كده ببقى سهل جدا يثبت ان ده شغل مين. ايوه تمام. مي، كلميني ازاي واجهت الانتقادات؟ الانتقادات اي حد فينا بيتعرض لها باخدها في الجانب الايجابي، ان انا ابني بيها نفسي بزياده، ما بتاثرش بيها. ولكن المشكله اللي قابلناها الفتره الاخيره ان الكاتب الفصحى ملوش ريتش او ملوش قاعده جماهيريه موجوده في الوسط الحالي. الناس بتبص للغه العربيه الفصحى اللي هو مين هيسمع النهارده بالظبط، مع احترامي الكامل للعاميه، ولكن انا كمي بقول العاميه مكانها في الشعر الحر، ما تدخلهاش في ادب الروايه او ادب القصه. اكيد ده صح. دي كان اكبر انتقاد بقابله، انت حد معقد، انت بتقزمي الامور ليه؟ مع احترامي الكتاب كتير استخدمت العاميه في لغه الحوار، ولكن انا مش شايفه ان دي روايه يعني. مع احترامي الكامل برضو لكافه الكتاب يعني، ولكن المشكله ان مي حسن بتكتب فصحى، وفصحى معقده، فدي حاجه كانت وحشه بالنسبه لهم. تغلبت على الامر، عملت ندوات على ارض الواقع مع كيانات مختلفه شبابيه، وبدات ان انا هخليكم تكتبوا فصحى، الفصحى حلوه يا جماعه، لغتنا واصل اللغه ولغه القران، الفصحى حلوه. فعملنا كيانات وعملنا ندوات وايفنتات على ارض الواقع، وفعلا الموضوع بدا ينتشر جدا. تمام. وجهي كلمه للشباب اللي بيسعوا ورا حلمهم، الشباب اللي عايز يوصل لحلمه وبيواجه انتقادات. طول ما ربنا وهب ليك الحلم يبقى هو كاتب لك التحقيق، مهما كان الصعوبات اللي انت هتحققها، مهما كان اللي انت هتواجهه، حط خطوه في سلم جديد واطلع وابني عليه، اوصل واحلم. الحلم زي ما بنقول مش بفلوس اكيد، ولكن التحقيق هو بقى اللي في الاخر، انا عملت، انا كنت، انا اسمي فلان، مش بالساهل. صح صح. اميره،
واجهي كلمه للشباب اللي بيواجهوا انتقادات ويعني الياس ماسكهم. الشاب او الفتاه اللي يواجه اي مشكله من المشكلات دي، انت اقرا كتير عشان تثبت للشخص اللي هو بينتقدك ان انت افضل منه، وتعرف تكتب اكتر، تستخدم مرادفات جديده زي ما مي قالت. الفصحى هي اللغه الام، هي افضل لغه. مع احترامي برضو للكتاب، انا كاميره بفضل الفصحى، وما بعرفش اجد نفسي غير في الفصحى. انت اكتب فصحى، اقرا فصحى كتير، ما توقفش، دور على حلمك. دور على حلمك وسع وراه، هتوصل لنفسك فيه. شيرين، رجعنا لك كتير احنا. واجهي كلمه للشباب اللي واجهوا انتقادات وعايزين يوصلوا لحلمهم. ربنا مش بيدي حد موهبه غير هو عارف انه هيبقى قدها وهيوصل لها. فما تيأسش وما تحبطش من اي كلام يقوله لك، ما تتأثرش ابدا، وكمل واتعب وعافر وان شاء الله هتوصل. ان شاء الله. مي، وجهي كلمه للناس اللي وقفت معاكي، اهلك، اصحابك، اصدقائك اللي وقفوا معاكي. مش هقدر اوجه لهم كلمه، ولكن اوهب لهم اي نجاح احققه خلال الفتره الجايه، وربنا يعيني عليه. بس انا ما كنتش من غيرهم، ومش هبقى من غيرهم. اكيد. اميره، وجهي كلمه. طبعا مش هيتقال ان هو جميل، بس ديت شكر واعتزاز وتقدير ليهم، لان انا فعلا من غير اهلي لا شيء. الانسان بيحقق احلامه باهله والناس اللي بتقف في ظهره، واصحابه سواء سوشيال او على ارض الواقع. والسوشيال برضو بيثبت ان هو بيثبت جدارته ان هو يكون دعم نفسي كبير جدا. اكيد. فليهم كل الشكر وليهم كل الاعتزاز. في حد محضرين حاجه ممكن تسمعونا دلوقتي؟ في حد محضر فيكم حاجه كده؟ محضرين؟ محضرش؟ طب مايك، مايك معاكي، اتفضلي. شيرين، هقول قصيدة الطريق واعر. اتفضل. المايك والكادر والكاميرا كله، بس الاستوديو كله معاكي، اتفضل. شقيت طريقك وحدك، ولا حد كان وياك، ولا حد كان سندك، عجز الجميع الله. كان الطريق واعر وانا كنت فيه ساير، قابلت ناس وفارقت ناس، من حبي فيهم عملوا من قلبي مداس. كملت وحدي، بصيت في ساعتي قلت لها ما تلفيش، انا لسه وحدي والوقت ما يسعنيش. ردت عليا بحزن، مش ذنبي اني الف، هدعي لك بس تخف، تخف من الوحده. الساعه جت وحده والليل يحب القاه، نام الجميع الله، قلبه قطير مجروح، قلبه كمل محتضر لحظه طلوع الروح. بيبص في السماوات وخارجه منه الاهات، حبيتها يا رب ومحبتنيش، حبيته هو وسابتني على مفيش. تنزل دموعه تسيل، الحب ده تمثيل، اوله جنه واخره جهنم، لكن بالله راح اعيش من دونك، وراح يجي غيري راح يخونك ولا هيصونك. داين تدان وبكره يجي الدور، ده ربك عظيم وبكره اكون مجبور. وايه يعني قلبي مليان بقع، هقوم وقع واكمل برضو من تاني، هكون جدع مش اناني. انا ارض بيكي كانت ارض جور، ومن غيرك هتطرح نور، راح اكون في يوم شاعر مشهور، بتحبه الناس وتقف له طابور، وراح اشوفك واقفه بعيد ووشك مليان تجاعيد من كتر البكا. انا قلبي عمره ما اشتكى، لكنه بسببك بكى. هكمل المشوار ولا يوم هكون محتار، ولا هندم على غيابك، سيادتك صفحه وانطوت وقفلنا بابك. شكر واجب في الختام، بشكر ربي بانه بعدني عنك بعد كم من المعاناه، وبشكرك لانك خليتيني ملجاش غير لله. انا مبهور بيكم النهارده، يعني الشباب اللي كانوا موجودين في الفقره الاولى بيكم ما شاء الله عليكم بجد، يعني اللجنه فعلا اختارت صح، وان شاء الله برده مش هيكون اخر، دي مش اخر مبادره، هيكون في مبادرات كتيره في الفتره الجايه. قبل ما اتكلم عايز اتكلم، بس اعذروني هتكلم عن حاجه معينه. دايما دايما الاهل، اصدقاء، ممكن يكونوا هم الداعم ليك الكبير، يا اما يكونوا هم اسوا عدو ليك واسوا عدو لطريقك. مش معنى ان اهلك مش بيدعموك، مش معنى ان اهلك بيدعموك او مش بيدعموك ان ده انت كده وصلت او هتحقق حلمك. الاهل هم سبب بسيط انك بتوصل لحلمك، وسبب كبير برضو انك بتوصل لحلمك،
وسبب ضعيف ان توصل لحلمك وسبب قوي انك توصل لحلمك. ليه؟ سبب قوي انك بتاخدهم كدفع انك عايز تفرحهم، ده بمعنى انك عايز تفرحهم، ده اللي هتوصل لطريقك وتوصل لحلمك. ضعيف انك واخد اهلك دول اللي هم دعم ليك مادي نفسي، اللي هم واخدهم خلاص انا عامل اي ليهم اي حاجه، خلاص انا ماشي في طريقي، نجحت ما نجحتش خلاص، ده سبب ضعيف. انك تكون واخد اول حاجه متوكل على ربنا وتصبر، هتلاقي انتقادات في طريقك كبيره، هتلاقي انتقادات كبيره فعلا، يعني هتلاقي مفيش اي حد بيوصل لحلمه بسهوله. انت لو وصلت لحلمك بسهوله يبقى في حاجه غلط، يبقى انت في حاجه غلط، تسال نفسك في حاجه غلط، يبقى انت ما وصلتش لحلمك او وصلت لدرجه قليله من حلمك. اللي بيوصل لحلمه اكتر واحد بيتعب، اكتر واحد بيسعى، اكتر واحد بيصبر. انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. ناخد سيدنا يوسف كمثال. سيدنا يوسف صبر، مع عمره ما قنط، عمره ما يائس، وفي الاخر رجع بقى عزيز من مصر. اخواته لما رموه في الجب او في البئر خلاص قال ايه؟ خلاص انا مفيش حاجه. سيدنا يعقوب قال ابني فين؟ ابني خلاص. اخواته دخلوا عليه فقالوا له ده مات، توفى، اكله الذئب. سيدنا يعقوب ايمانه بربنا انه يوسف حي وهيرجع، تخيلوا يعني هما اخواته جايبينه على القميص بتاعه عليه دم وكده، فقال ايه؟ لا انا واثق ان ربنا عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. حتى لما اخوه الثاني بنيامين خدوه سيدنا يوسف معاه في القصر وقال له ده سرق والكلام ده كله، قال عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. حتى في اللحظه دي كان عنده ثقه كبيره بربنا. الملخص من الحكايه انك يكون عندك ثقه في ربنا، فده معناه انك هتنجح، معناه انك تتوكل على ربنا، التوكل الاولاني على ربنا، وتحقق حلمك، تسعى ليه. الفرصه الاولى ما نجحتش، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، عشان توصل لحلمك. لو ما عملتش كده عمرك ما هتوصل. مش معنى انك تقعد في البيت هتستنى فرصتك هتجيلك، ما فيش حد بيجي يقعد في البيت وهتجيله فرصته. انك تسعى، ممكن تبقى قاعد في البيت بس بتسعى، اللي بتقول مثلا زي اشعار، بتقول كتابات، بتكتب وتنشر كتاباتك، في اكيد كتاباتك هتتشاف، اكيد هتوصل، اكيد ممكن برنامج يقابلك، ممكن جريده تكون صحفي في جريده، بعد كده جريده تشوف كتاباتك تعجب بيها فتاخدك معاك. مش موضوع الكتابه والشعراء، الموضوع اكبر من كده. المهندس ممكن يتخرج ويقول انا مش لاقي شغل، الشغل هيجيلك بس اسعى انت. مش اي حد قاعد في البيت ومستني شغل ومستني انه خلاص انجح. هتنجح ازاي؟ ازاي وانت قاعد في البيت؟ اسعى 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 اسعى. السعي هو النجاح، السعي وعدم انك ما تقاسي ده النجاح. السعي كمان مره بكررها، السعي ورا حلمك عمره ما هينجحك، السعي ورا حلمك هيكبرك وهينجحك اكبر من نجاحك. دي كانت تانية فقرتنا وحلقتنا النهارده، انتوا كنتوا منورين جدا، والفقره ان شاء الله هيكون في مواهب تانية. لو حابين تكونوا معانا هنا في حلقه مبادره بين الكلمات لدعم المواهب، اشتركوا على صفحتنا على الفيسبوك او على البيج اللي ظهر لكم دلوقتي على الشاشه، تقدروا تدخلوا وتشتركوا فيها، وان شاء الله يكون ليكم زور معانا النهارده. انتوا منوريني. نختم حلقتنا النهارده وان شاء الله انتظرونا في الحلقه الجديده الاسبوع الجاي من برنامج بين الكلمات.